هل يمكن أن أضع حذائي أمامي فتطرح الحرب؟ إذا كنت تصلي مع الناس مع خلف الإمام فلا تحتاج إلى سترة، سترة الإمام سترة لمن خلفه جميع الصفوف. إذا صليت وحدك وفي زحمة والناس يمرون في زحمة وضيق لا تمنع الناس يصلوا ولو مروا من أمام، للحرج في هذا. والأمر إلى الله اتسع ولله الحمد، وما جعل عليكم الدين من حرج.